اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه برحب بكابتن وائل العايدي، طبعا نجم نادي الاهلي السابق ومنتخب مصر، وحط تحت نجم دي طبعا لانه هو لاعب كان مؤثر جدا جدا وصاحب يعني بطولات عريضه مع النادي الاهلي، وهو مساعد لكابتن حمدي الصافي ومختص بقطاع الناشئين في الكره الطائره في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بجمهور شاشه قناه النادي الاهلي. وحشنا يا كابتن، بقالك كتير يعني غايب عنا طبعا نتيجه عملك بره وبتاع، ولكن احنا بننتهز الفرصه طبعا حضرتك معانا. وهنبتدي في البدايه خالص، حضرتك ازاي اتعرض عليك ان انت تبقى مع كابتن حمدي الصافي؟ مين اللي كلم معاك؟ بعد ما قابلت المسؤوليه فكرت ازاي؟ يعني كلمنا عن بدايه الامر كله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو يعني النادي الاهلي ليه طريقه معينه كده في اختيار الناس اللي بتشتغل فيه، وفي طريقه معينه في ترتيب الامور يعني البيت. نعم. من جوه يعني. نعم. فطبعا هو كابتن حمدي صافي هو اللي كان المفروض ان هو بيرشح الاسامي. تمام. وطبعا بيتم بعد كده التوافق عليها من خلال النشاط الرياضي وتقديمها لمجلس الاداره، وبرضه بيحصل لازم موافقه من جوه مجلس الاداره على طبعًا. الاسامي المطروحه يعني. قبل ما تطرح بيبقى في موافقه شفويه. بالظبط. فطبعا هو لو اتعرض عليا طبعا، ورغم ان انا كنت ماسك مدير فني فريق درجه اولى في الدوري الممتاز، لكن يعني النادي الاهلي طبعا الواحد كان حابب ان يخوض فيه التجربه، خصوصا ان هي تجربه يعني جديده شويه. لان وفي اي مكان يا كابتن انت بالنسبه لك، يعني بالنسبه لك وجودك والنادي الاهلي او النداء النادي الاهلي ليك انت أكيد تحت امر. اكيد طبعا دي ما يعني، بس طبعا عارف الواحد يعني برضو انا واحد بيبقى يعني امين شويه مع نفسه، لو الواحد بيقدر يعني يساهم او يضيف حاجه في مكان اللي هو يقدر يروح فيه طبعا اكيد ما بيتاخرش، لكن لو لقى ان الدنيا بتبقى صعبه او صعب ان هو يضيف حاجه، الواحد انا عن نفسي بفضل ان انا اعتذر عشان الواحد يبقى شفاف او واضح من الاول يعني. طبعا حاجات كتير قوي شجعت الواحد ان هو يخش النادي الاهلي تاني. طبعا اولا المجموعه اللي موجوده، سواء من موجود النشاط الرياضي اسهم كابتن مهندس خالد العوضي، طبعا شخصيه محترمه جدا وراجل برضه زميل ملاعب ونعرفه من زمان. اكيد. كابتن حمدي الصافي طبعا برضه كان زميلي في الملعب فترات طويله في النادي الاهلي، وواحد طبعا يعني يشرف ان هو يشتغل معاه او تحتيه يعني ما فيش فيه اي مشكله خالص. ومعانا طبعا كابتن ياسر صلاح وكابتن يسر عبد الكريم، طبعا دول الناس المسؤوله عن الهيدز اللي هي بتاعه الاداره في الجوه الفنيه جوه النادي الاهلي في قطاع الفولي. فانا بالنسبه لي طبعا كانت موافقه مبدئيه، وقعدنا مع باشمهندس خالد العوضي واتكلمنا في حاجات كده شويه، لان طبعا انا برضو كنت ولي امر في النادي الاهلي وعندي ولادي اللي لعبوا الثلاثه في النادي الاهلي منهم لسه اخد عن شغاله يعني. عارف الله اكبر. فالواحد عارف مشاكل القطاع، فاحنا كنا صراحه مع عامل الاول واتكلمنا في اللي احنا شايفينه من وجهه نظرنا والمشاكل الموجوده، وطلبنا حاجات معينه ان النادي يقف ظهرنا فيها، والحمد لله كانت في توافق على الرؤى يعني. وحبينا ان احنا نكمل بقى طبعا العظماء اللي سبقونا في القطاع، طبعا كلها اسامي كبيره طبعا مش منساش حد، لكن أكيد كلها اكيد يعني الناس كلها ذو تاريخ في النادي الاهلي واضافوا كتير للقطاع طبعًا. وحبينا ان احنا نكمل يعني مش عايز اقول روح شباب، احنا كبرنا برضه، لكن يعني بروح شويه جديده شويه ان احنا نحاول نعمل يعني ما نقدر عليه يعني في القطاع السنه دي كده، ونشوف التجربه تمشي ازاي نقيمها في اخر السنه. ممتاز يا كابتن. طيب حضرتك بدات خلاص، قابلت طلبته رؤى معينه وتم الدعم في هذا الاتجاه، بدانا نحط استراتيجيات فنيه مع كابتن حمدي الصافي. طبعا النهارده لما اتكلم على حمدي، على شيل ألقاب معلش، كابتن حمدي الصافي، كابتن وائل العادي، حمدي الصافي وائل العادي، ياسر صلاح، يسر عبد الكليم، الاربعه احنا بنتكلم على اربعه كل واحد فيهم يستطيع ان يقود فريق اول بينافس في الدوري وياخد بيه الدوري. فالنهارده انت جايب اربع اسامي تقال جدا، اكيد في استراتيجيات انتوا قعدتوا حطيتوها. الاستراتيجيات دي بتبقى ليها محاور، يعني مثلا انت مطالب منك تاخد بطوله، انت جاي النهارده قطاع ناشئين، الاهلي عايز بطوله اكيد طبعا، وفي نفس الوقت الفريق الاول عايز دعم كل سنه تغذيه باثنين ثلاثه لعيبه في مراكز مختلفه. ففي محاور كتيره اتكلمتوا في ده في الاول واتناقشتوا فيه واتفقتوا عليه يا كابتن. طيب طبعا خلينا واضحين طبعا في حاجه، ان نمره واحد طبعا النادي الاهلي نادي بطولات، دي ما فيهاش طبعًا. شك وما فيهاش كلام، ومحدش هيقبل غير كده من اي حد يكون موجود في بعضها مسؤوليه يعني. الحاجه الثانيه اللي انا كنت فعلا مهتم بيها جدا، ان احنا ازاي نضخ لعيبه من قطاع الناشئين في الفريق الاول. طبعا في البنات هي الموضوع اسهل شويه، لان البنات يعني من سن 16 17 سنه بيقدروا يلعبوا في الدرجه الاولى، لكن في الاولاد صعب قوي، صعب ان تلاقي حد مميز قوي يقدر يخش وسط العتاوله او وسط الناس اللي موجوده في الدرجه الاولى، لازم يستوي الاول جدا. بالظبط. فكان الهدف الاساسي ان احنا نشتغل ان احنا نشوف اللعيبه المميزين نحاول نساعدهم ان هم يخشوا جوه القطاع، وطبعا اللي يعني جوه جهاز الفريق الاول اللي بيفرق برضه رؤيه واستراتيجيه الفريق الاول، لان في ناس بتحب ان هي تعتمد على لعيب جاهز
ما تديش فرصه للناشئ، او لو استعان بناشئين في اضيق الحدود لاستكمال بس عديد الاعداد. طب انتوا لقيتوا ايه بصراحه؟ لا يعني هي اظن حضرتك حاجه برضو، هي الخلاف ما بيننا وبين الفكر الاجنبي شويه، اللي ده موجود في اوروبا، وحتى احنا كنا دايما بنستغربها يعني. حتى في الدوري الايطالي اللي هو اعظم دوري، ودوري البولندي اللي اعظم دوري، ودوري التركي طبعًا. الناس ما حدش بيجيب فرقه كامله يعني، لو كانت القايمه 18 او 20 ما حدش بيجيب 18 او 20 اسم او 18 او 20 عقد كبير، ما حدش، ما بتحصلش. هو اللي بيحصل ان بيجيب 3 4 عقود عاليه جدا، وبيجيب الباقي في وسط ناس بتخدم عليهم 3 4 والباقي بيستكمل بيهم القايمه، وده واقع في كل انديه اوروبا. لان حضرتك عارف اقول لك على حاجه يا كابتن، اتفضل. انت جديتني، انت ما شاء الله عليك والله، انا قاعد مركز معاك قوي. انت اديتني اجابه النهارده ليه نادي الزمالك تفوق السنتين اللي فاتوا. شكرا. ليه بقى نادي الزمالك 3 4 بالظبط، 3 4 والباقي بيخدموا عليهم، حتى في البنات مفيش تغييرات بره تقريبا 3 4 وبيتخدم عليهم مش بيتخدم بمعنى يتخدم، احنا بنتكلم بلغه الكوره يعني. احنا بنتكلم يعني ايه؟ يعني بيبقوا كل واحد ليه دوره، بس العواميد الاساسيه 3 4 مش 18 لاعب عواميد. بالظبط كده. يعني اشكرك، انت وضحت لي حاجه. خلينا واقعيين، هو الزمالك يعني رغم ان هي ماتشات في السنتين اللي فاتوا في قطاع الولادي او في الرجال كانت مقفوله 3-2 كلها، وماتشات كان فيها ماتشات فاصله، لكن اللي عمل النقاط الحسم في الاخير الاثنين محترفين. يعني خلينا واقعيين برضه، هو كان توفيق في اختيار اثنين محترفين عرفوا ازاي يجيبوا بطوله. بس كلهم يوصلوا معانا نقطة بنقطة، دي كانت في حد ذاتي بالنسبة لي استغراب. آخر سنتين معلش مهما كان المحترف اللي هناك قوي، أنا كنت ببقى بقول إن دايماً فرقتنا تقدر تنافس، بس anyway يعني ده وضع طبيعي، وأنت ما بتمشي نقطة بنقطة أنت وارد تخسر يعني بالزبط. في توفيق وعدم توفيق. ولكن أرجع تاني لموضوعنا، إن حضرتك قلت إني لقيت فكر تاني خالص، إنه بالعكس هو مرحب بالناشئين مستر فرناندوش. بالظبط، إحنا السنة دي أصلاً برضه ما أقدرش أقول إن أنا عملتها، إحنا فعلاً عندنا لعيبة مميزة في القطاع، لكن السنه دي الراجل خد 3 من بدايه السيزون خالص. مين بقى كابتن؟ يعني احنا عندنا طبعا من فرقه 19 حمزه الصافي. حمزه الصافي بالظبط، وخد معاه كمان 2 من فريق 17 شريف. وخد بالك شريف وحمزه كانوا الاثنين مثلوا نفس المنتخب في كاس العالم، عمل وشريف عمل شغل كويس جدا. بالظبط، شريف وحمزه كان كويس، بس شريف خد كاس. بالظبط كده. وبعدين جت فرصه طبعا ان تاخير تسجيل الليبرو الكوبي في شويه، فقدرنا ان احنا نزق او نصعد او يشوف عبد الرحمن خالد من فريق 17 سنه، واخدوا الليبرو الثاني مع محمد رمضان. يعني محمد رمضان وعبد الرحمن خالد والليبرو عبد الرحمن خالد الليبرو الثالث، وحمزه الصافي وشريف. ممتاز جدا، التلاته دول بيشاركوا بصفه مستمره. بالظبط بالظبط، حلو جدا. بالظبط، فده برضو يعني طيب. ده بالنسبه ان انت بتنسق مع الفريق الاول. اكيد اكيد. طيب بالنسبه تتصلى على طول معاهم. بالنسبه هل في حد بروميسنج ثاني شايفه ممكن يكون اضافه للثلاثي ده؟ خاصه ان انت برضو بيبقى وضع طبيعي ممكن كمان سنتين ثلاثه هتلاقي في ناس تبطل فوق وهتبقى. اكيد طبعا. هل في بلان ليه؟ يعني دول مثلا نقول دول ليفل A، او ليفل A يعني رقم الف، اكيد هيبقى عندك حاجه ثانيه ليفل B. اكيد طبعا، اكيد. واحنا فعلا بالظبط ده اللي احنا عاملينه. بالظبط يعني احنا عندنا برضو معده سبريت 19 سنه محمد ياسر ممتاز، بس محمد طبعا ياسر. وجود عبد الله عبد السلام وحسام يوسف الاثنين يعني مأخر شويه ان هم، بس ربنا يحميهم ويحفظهم يعني. ما شاء الله اكبر عليه. وعبد الله كمان مأخر شويه ان هو يخش، بس قصدي ان لا، لعيب بروميسنج جدا، كويس جدا. فطبعا لا، في القطاع في مواهب كتير. التلاتات يا كابتن عندنا تلاتات طالعين كويسه. التلاتات عندنا اطوال، الشاسيهات دي بتبقى صعبه. اللي عندنا اطوال كويسه جدا، ناقصهم بس خبرات وان هم يتمرنوا. يعني ممكن لازم سعودي قريب؟ يعني عندنا حد بطول سعودي؟ لا عندنا اطول من سعودي. اطول من سعودي؟ الله اكبر. حلو جدا. عندنا في 17 سنه احمد جمال، بسم الله ما شاء الله، 2 متر 12. الله اكبر. فعندنا ولسه قدامه 3 سنين في قطاع الناشئين. عندنا برضو ابراهيم 2 متر 3، عندنا احمد ممدوح حوالي 2 متر. انا كنت فاكر ان السعودي ده هيبقى اطول واحد طلع من قطاع الناشئين. ما شاء الله. لا عندنا 17 سنه، يعني فرقه 15 سنه احنا بنبني فيها السنه دي. ما شاء الله. عن فيهم مثلا 4 اللي هم خدوا مع المنتخب اول امبارح بطوله افريقيا. منهم 2 في الملعب. الله يعني. لا يعني احنا عندنا او 3. انت عندك كده ليفل A وB وC ودي حسب الاعمار كمان وحسب المستويات. حضرتك بص، احنا بنستكمل شغل من سبقونا، وكلهم كانوا قيم طبعا. فالناس لا سايبه القطاع واقفه على رجله. هي كان كل الموضوع بس ان احنا زي ما حضرتك قلت بقى، ان احنا نبتدي نصنفر شويه، نحط شويه روح جديده، دم جديد. بالظبط كده، وضخ دم جديد في الفرقه، في القطاع، سواء مدربين او روح جديده بفكر معين. يعني اخر اختبارات يا كابتن، كنا قلنا خبر كنا حريصين ان احنا نجيبه معانا قبل ما نطلع مع حضرتك في الفقره الحواريه، كان بخصوص فريق 19 سنه. طبعا. وكان عندنا مباراه امبارح تقريبا مع نادي الزمالك، او امبارح اول امبارح كانت في صاله الشهداء،
وفزنا بيها 3-1. يمكن ده اخر اختبار حقيقي كان للقطاع ككل، لانه الماتشات مش كتيره زي الفريق الاول. كلمنا عن الجيل ده، مدربه كابتن خالد، كلمنا عن فوزنا في الماتش ده، الماتش ده مؤثر معانا في ايه في مشوار بطوله الجمهوريه؟ طيب احنا طبعا بالنسبه للقطاع، فريق 19 اللي مسكناه لوحده، احنا خلصنا اول بطوله القاهره، لعبنا حوالي 11 مباراه، كسبنا حوالي 10 ماتشات وخسرنا ماتش واحد في الدور الاولاني، والحمد لله خدنا البطوله. طبعا انا ما بعتبرهاش بطوله، انا بعتبرها تجهيز، لان انا بالنسبه لي الهدف الاساسي هو الجمهوريه. صح، الله ينور عليك. ان هي تجهيز لبطوله، لكن طبعا يعني بطوله ما ينفعش نخسرها، دي النادي الاهلي، فما ينفعش نخسرها اي بطوله تخش فيها. فاحنا بالظبط خدنا بطوله القاهره مع كابتن خالد. حصل حاجه جديده السنه دي، هم عملوا في الفتره دي المفروض كان بيتلعب فيها الدور ال 32 لبطوله الجمهوريه، فالاتحاد قرر ان هو لا، احنا بدل ما نعمل تخش في ماتشات قليله المستوى شويه، عايزين يعلوا المنافسه، فخدوا اول اربع فرق من الجيزه مع اول اربع فرق من اسكندريه مع اول ست فرق من القاهره، وعملوا 14 فريق. 14 فريق قسموهم مجموعتين، 7 و7 7 و7. فاحنا واقف في مجموعتنا اول جيزه مع ثالث جيزه، فبالتالي الزمالك كان اول جيزه، وقاعد معانا الثاني اسكندريه مع رابع اسكندريه. فماتش الزمالك كان مهم جدا بصراحه. بنلعب رايح جاي ولا بنلعب؟ لا، دوري من دور واحد بس، وهياخدوا اول اربعه يخشوا على دور 16 على طول. الثلاثه التانيين هيلعبوا دور ال 32. ممتاز جدا. هي تعتبر فكره كويسه، ان يبقى المرحله التنافسيه عاليه شويه، ما خليكش تلعب ماتشات قليله المستوى، وفي نفس الوقت يعني بدل ما تضيع وقت في حاجات كده بتلعب ماتشات حلوه يعني. نعم. طبعا فريق الزمالك السنه اللي فاتت كان خد مننا بطوله الجمهوريه، فكان مهم قوي. السن ده. في السن ده 19 سنه، متبقي منه ياسين المعد بتاع الفريق الاول. الباقيين طلعوا درجه اولى او بقوا فريق اول خالص. الليبرو طبعا ياسين اشرف والحسن، الليبرو ممتاز، مع انا شايف معايا في سنتر في منتخب مصر، لا فرقه محترمه جدا يعني. واحنا الحقيقه الماتش ده كمان بما اننا بنتكلم عنه، يعني كان عندنا اصابه لشريف يوسف وهو مصعد من فريق 17 وهو في الاساسي. فالحقيقه يعني لعبنا من غيره بالظبط كده. فالحمد لله ربنا كرمنا. طب شريف اصابته كبيره ولا عنده مزق؟ حوالي 2 مللي كده في منشا عضله السمانه. يا احنا يعني اول احنا قعدنا كنا بنلعب، بس احنا طبعا يعني دلوقتي مع التكنولوجيا والسونار والحاجات دي فبنفضل ان احنا 2 مللي ولد. ده ناتشا بيسموها ناتشا بالظبط، بس عشان ما تتوسعش. وعلى ايه؟ لا يريح. احنا الحمد لله برضه يعني عندنا ثقه في الولاد، وعندنا نور لعب مكانه وقدم 3 ماتشات في منتهى القوه وممتاز، وشال الفرقه وطلعوا وفرق معانا، والولاد كلهم عملوا ماتشات ممتازه، والحمد لله في المرحله دي يعني لعبنا حوالي 4 ماتشات، الحمد لله كسبنا في 19 الاربع ماتشات، وفاضل ماتشين بس خلاص ما شاء الله. طب خلينا نتكلم على القطاع ككله، كل القطاع عند حضرتك خلص منطقه القاهره كله؟ القاهره كلها خلصت، في معانا انا بقالي معايا برده 13 سنه يعني معايا 4 فرق تحت 19 17 15 13 و13 دي اول مرحله في اللي هي 6 في الملعب، هم دول بس اللي فاضل لهم نهائي القاهره، هم خلاص اتأهلوا، فاضل لهم يعني نهايات ولا ماتش واحد؟ نهايات ولا ماتش واحد؟ الهيبة 5 6 فرق دوري من دور واحد، يعني 5 فرق دوري مجمعة، هم متأهلين إن شاء الله يعني. عندنا الفريق 17 سنة خد الكابتن محمد حسين، الحمد لله برضو لعبنا 10 ماتشات كسبناهم كلهم. أول منطقة أول القاهرة، الحمد لله إحنا 3 فرق لحد دلوقتي أول منطقة بالظبط. الكابتن كريم مجدي فريق 15 سنة و13 ماشيين كويس رايحين الحمد لله، ما خسروش ولا ماتش برضو، يعني لاعبين حوالي 6 ماتشات ب6 فوز ما شاء الله. بالنسبة للكابتن كريم جمعة طبعا هو واخد سن صعب شوية، ده مرتبط ال 15 سنة، لعبنا 11 مباراة برضو 11 فوز، ولعبنا 5 مباريات مرتبط في المجموعة الأولانية كسبناهم كلهم، فالحمد لله ماشي برضو كويس. و3 فرق الحمد لله خدوا أول قاهرة، يعني زي ما قلنا برضو احنا بالنسبة لنا يعني بنعتبرها تجهيز للجمهورية، لأن ده الهدف الأساسي بتاعنا أو البطولة الأسمى يعني. طب كابتن حضرتك لما قعدت عشان تختار المديرين الفنيين اللي هيشتغلوا معاك، ما هو هي بشكل هرمي بدأت تتكلم معاه، انت حضرتك 13 في 15 17 19 وهل قطاع التعليمي برضو مع حضرتك يا كابتن صح؟ مع كابتن يسر. كابتن يسر، كابتن يسر ماسك ولاد وبنات بالظبط. تمام، خلينا ناخد جزء البطوله، كان شروطك ايه او كان معاييرك في اختيار المديرين الفنيين ايه؟ طبعا دي نقطه كويسه جدا، لان يعني الناس اولويات الامور في النادي الاهلي برضو بتغفلها شويه، ما يقدروا مش قادرين يعرفوا احنا قادرين بنتعب علشان نقدر نجيب حد كويس. طبعا الناس برضو اللي كانت موجوده في القطاع قبل كده ناس ممتازه وكلهم كانوا اولاد النادي الاهلي، لكن احنا راينا ان احنا بما ان القطاع من فوق اتغير، فكنا حابين نعمل زي حضرتك قلت كده زي ايه يعني دم جديد، صحصحه شويه كده، ضغط دم جديد للفرقه. انا بصراحه تعبت جدا في الناس اللي احنا نحاول نجيب الناس اللي موجوده. انا بالنسبه لي كان نمره واحد زي ما قلت لحضرتك ان انا متابع وعارف اللي بيحصل في القطاع، كان في حاجه انا كنت شايفها ان نمره واحد عندي روح النادي الاهلي،
روح الفنان الحر. ده انا كنت مصمم ان انا حتى في اختياري لنوعيه المدربين مدرب يعرف ازاي يقاتل على المكسب بالظبط، يدي ينقل روح القتال وروح الفنان الحمراء للعيبه، ان هي بتيجي من المدرب قبل ما تيجي من اي حد تاني. الله يفتح عليك. فده كان نمره واحد. نمره اتنين طبعا ازاي بقى المدرب عنده خبرات معينه، اشتغل مع فرق درجه اولى عشان يقدر ينقل الفكر بتاع الدرجه الاولى للناشئين عشان نحضرهم، يبقى الانتقال في المرحله الاعلى اسهل شويه. مش دي كانت صعبه شويه يا كابتن؟ لان هو بيبقى صعبه. كانت صعبه. بس انا اقول لحضرتك برضو حاجه، ميزه القطاع في النادي الاهلي ان كل اللي اشتغلوا فيه اسامي كبيره، يعني احنا يعني انت جاي مع اسامي كبيره اوريدي. بالظبط. يعني حتى يعني مثلا كابتن رضا الغزالي اشتغل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن يعني اسامي، لا في اسامي، كابتن جابر عبد السلام قعد سنين طويله، كابتن حتى الدكتور وجيه حمدي يعني في مكان في سننا كان بيشتغل في القطاع. قصدي ان قطاع الاهلي، لا القطاع الاهلي بيشتغل في اسامي محترمه. جاذب جاذب الاسامي الكبيره، فان احنا نادي مش قليل، نادي الناس تحب ان هي تخش فيه، زي الناس ما بتخش وبتفيد لاعبتنا وبيفيد النادي الاهلي، بيستفاد حاجات كتيره قوي من النادي الاهلي. طب كابتن انا يعني هفتح مع حضرتك قضيه شائكه كده شويه، الا وهو اولياء الامور. يعني كل قطاع ناشئين او ناشئات، واحنا انا اولادي بيلعبوا وده بيلعب كل مكان، بيبقى اولياء الامر بيبقى متخيل ان هو مثلا ايه يعني انا صح، انا شايف ان ابني المفروض مثلا اتظلم، شايف انه حصل حاجه، فبيحصل بعض التدخلات من اولياء الامور بقصد او بدون قصد من دافع غيرتهم على اولادهم، وده وضع طبيعي جدا يعني في اي حته. بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ هل يعني ممكن يبقى في حوار، ولا بيبقى الموضوع هو كده والفرقه بتبقى وضعها كده واحنا بنشتغل بما يرضي الله؟ يعني بتتعاملوا مع القضيه الشائكه دي ازاي؟ بص يا كابتن ياسر، يعني حضرتك طبعا فتحت موضوع في ناس بتعتبره شائك جدا يعني، لكن انا بعتبره موضوع مهم جدا، وده كان من على فكره من ابرز حاجه اتقالت في اول اجتماع مع كابتن خالد العوضي. لو سمحت كاداره نادي الاهلي اوقفوا في ظهرنا، طالما انتوا جبتونا وفي ثقه في الاسامي اللي اتحطت يبقى لازم تدونا الثقه دي كامله. تمام. ما ينفعش تبقى كلام مظبوط 100%. فبالتالي اللي احنا بنعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى في حاجات كتير قوي. انا بالنسبه لي اصل يعني انا بلعب فولي من 79. صحيح. وعلى كل المستويات يعني بالظبط. ولعبت في نادي صغير، نادي او يعني بالنسبه لي طبعا بالنسبه للنادي الصغير، لكن هو نادي كبير طبعا في الفولي وفي في الرياضه، نادي الطيران، وطالع منه. جيت النادي الاهلي عندي 28 سنه وقعدت فيه 11 سنه، حققت بطولات كتيره جدا، فشفت ده وشفت ده منتخب مصر وشفت. معلش انا في ايامنا احنا عمرنا ما كان بيخش بابا يعني والدي او والدتي ما بيجوا النادي، ما كانوش بيجوا النادي اساسا. انت بتروح كنت بتحايل عليهم يجوا يتفرجوا لنا على ماتش انا وغيري. فموضوع اولياء الامور دوت يعني طبعا كويس ان البيت يبقى في ظهر الولد وكل حاجه، لكن انا بس اول حاجه لو زاد حده بالظبط كده، لان اول حاجه انا قلت لهم وطلبتهم في اجتماعات مع اللعيبه، احنا بنبني شخصيات، انا ما ينفعش ان انت كولد ان حد يجي يتكلم عنك، تعالى كلمني، اعرف ازاي تقود حوار، اعرف ازاي تعبر عن افكارك، اعرف ازاي يبقى في كلام مع المدرب. قلت لهم معايا انا كمان حتى كمدير او مساعد مدير قطاع، ما فيش مشكله تعالوا اتكلموا معايا لو خايفين من المدرب او محرجين منه. انا ده كان ده هدفي، قلت لهم من فضلكم انقلوا الموضوع دوت لاولياء الامور، لان انا تاني عاوز ابني شخصيه ولد دي نمره واحد. طيب نمره اتنين، طول ما انا ماشي بمرد الله باللي احنا شايفينه صح، لان احنا برضو بني ادمين وارد نغلط، لكن انا طالما شايف يعني بحاول ان اعمل الصح اكيد مش هبقى في موضع يعني ضعف، وبالتالي هعرف ارد على الناس. صحيح. فلو في حد بيتكلم انا بتكلم عليه، انا شايف ان انا صح، وتاني انا برضو انا بشر، وارد اكون انا غلط وهو يكون صح، بس انا في حوار رؤيتي مختلفه شويه وانا هتكلم مع اللعيب. بالظبط. الحاجه بقى المهمه، انا دلوقتي عندي في فريق مثلا تحت 13 عندي 25 ولد في القائمه، في الفريق 15 17 19 20 ولد، اللي بيسجلوا في المباراه الواحده 14، اللي بيلعبوا في الملعب 6. ف يا جماعه احنا دلوقتي نادي الاهلي، انا ما ينفعش باي حال من الاحوال اقلب نادي اجتماعي، ما ينفعش. ولا الجمهور هيقبل الكلام ده ولا الاداره هتقبل الكلام ده. صحيح. الاداره وارد يكون في وقت في حاجات ماشي في اعتبارات ممكن يتاخد، بس انا عايز بطوله، لكن في الاخر انا هتحاسب على بطوله، انا عايز بطوله بالظبط. وفي نفس الوقت يعني ما فيش مدرب عاوز يخسر، وما فيش، وانا دول بقى في الاخر، وده اللي بقوله لكل الناس يا جماعه، دول ولادي، انا عمري ما هاجي واحد يقول لي طب انا ابني كويس ولا وحش، ما فيش عندي واحد كويس ووحش، عندي واحد بيجتهد، وعندي واحد احنا رؤيتنا ان هو في الوقت ده يلعب ونقف وراه، ولما المستوى ينزل وابنك او ابنك هيخش وياخد فرصته بس يمسك فيها. تمام. لاي مركز في ترتيب 1 و2 و3 و4، ودي شنطه الحياه دايما بالظبط. المراحل دي اللي بيلعب ورانا نمره 2 ورانا نمره 3، والترتيب ده بيتغير دايما، ابذل مجهود اكتر واشتغل على نفسك اكتر عشان تبقى رقم 1. عمره ما هيفضل، هيتغير بقى في التدريب، هيتغير في الفرص اللي هياخدها في المباريات، هيتغير مع قدر الله يا رب يحفظه. كلام محترم جدا جدا يا كابتن. فده اصل ده الواقع، وده يعني
انا دلوقتي تاني انا ببني، انا في الاخر عاوز اطلع اعمل حاجتين، اكسب بطوله، واكسب بطوله دي لما يحصل تثبيت ويحصل اكساب خبرات لعيبه، وان انا بعد كده افرز ناس للفريق الاول. احنا لو الناس تعرف النادي الاهلي على فكره، ما هو قطاع الالعاب الجماعيه ده ما بيدخلش فلوس النادي. صحيح، النادي اللي بيصرف، النادي اللي بيصرف وبيصرف دلوقتي، لا بيصرف ملايين ملايين. فما يا جماعه معلش، انا دلوقتي لو انا مش عارف اضخ من قطاع الناشئين للفريق الاول، ما انا هفضل النادي هكلفه حتى انا قاعده. طب يا جماعه، طب ما دي فلوسنا، ما انا برضه عضو في النادي، فدي فلوسي هتروح فين؟ اصرفها على حد، على ابني، ولا اصرفها على حد من بره؟ صحيح، دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني هنفضل لحد امتى يعني نتعامل بانصاف الحلول؟ انا دلوقتي عاوز فرق بطوله، عاوز ابني، ما حدش هيتقبل، الجمهور مش هيتقبل خساره. يعني معلش انا نادي اجتماعي، انا لا الجمهور ولا اداره النادي بالظبط. يعني احنا نادي تاني، الرياضه في الاهلي، نادي الاهلي لو وقعت يعني صدقوني في كل الالعاب، كل الالعاب هتقع. احنا من الانديه القليله جدا في مصر اللي بنشتغل وناس بتيجي التمرين، والمدربين بيشتغلوا في رقابه متفرغين للتمرين، يعني بنفرغ. النادي مديلك كل الامكانيات عشان تتمرن بس. هل يعقل ان النادي الاهلي في السنين اللي فاتت في قطاع في الفولي يبقى فيه في مثلا في كل فرقه ماكسيمم 2 لعيبه في المنتخب؟ عمرها ما كانت بتحصل. احنا النادي الاهلي كان بيدي 6-7 ده اللعيبه الاساسي بالاحتياطي كان بيروحوا المنتخب. انا دلوقتي لما ابص الاقي ان يعني تاني، وهي احنا اللي حصل برضه عشان ما نظلمش الناس اللي قبلينا، احنا الاتحاد كان قافل على الانتقالات على النادي، قافل الانتقالات على النادي دي كانت مشكله كبيره طبعا. فاحنا بالتالي بنشتغل بنفرز من القطاع على قد ما بنقدر طبعا، لكن هي في الاخر احنا لعبه امكانيات. يعني انا لازم ادور على لعيب امكانيات معينه، سواء فيها بقى مش الناس برضه تقول لي يعني ابني قصير مش هيلعب، لا هيلعب، بس لازم يكون عنده نواحي توافقيه، نواحي رد فعل، حاجات تانية بالظبط، في حاجات تانية تقدر تخليه. احنا الفولي لعبه صعبه مش لعبه سهله، صعبه جدا. فماشي، لكن انا برضو بدور على الاطوال. انا دلوقتي ما اعرفش اجيب حد من بره غير مثلا واحد في السيزون او حاجه، فده الواقع. فتقول لي بتعامل زي ما قال الامور، لا الحمد لله بتعامل، بس انا تاني حاطط حدود لحاجه معينه. ما حدش يتكلم معايا فنيا، كلمني في ان لو ابنك اتظلم من ناحيتك او زي ما يسموها ايه، يعني في حاجه اخلاقيه او حاجه تعامليه ماشي، لكن فنيا لا، دي وجهه نظر. وغير كده يا كابتن، وغير كده انت حضرتك قلت كلمه حلوه، تعالى اتكلم معايا حتى لو فنيا اللاعب نفسه يجي يتكلم مع سيادتك، المشكله انا شايف انك كنت تاخد في الاول اخد في الاخر، حضرتك تسمعه وده كنت كان طول عمره المتبع. يعني قصدي اقول لحضرتك انت عايز اللاعب هو اللي يكون شخصيته بالظبط، ودي جدا مهمه جدا، ما حدش يتكلم بالنيابه عنك. كمان اسوء حاجه في الالعاب الجماعيه، حضرتك طبعا ادرى مني يعني وعارف، الروح السلبيه اللي تبقى على الدكه بره. يعني انا دلوقتي لو الولد مش داخل جوه الفرقه وذهنه حاضر وحابب الفرقه وحابب المكسب الجماعي والهدف الاسمى اللي بنلعبه، مش هنكسب ده. طبعا ده روح سلبيه غير طبيعيه بره، مش هنكسب. وخد بالك حضرتك، معلش مع احترامي لكل الناس، المشكله جايه من البيت مش جايه من اللعيبه. صحيح، بيبقى الولاد كلهم بيسمع كلام، بيسمع ما شاء الله صفحه بيضاء، بس احنا اللي بنملاها مش مظبوطه. خلي يعني بالك بس كويس، ملف كويس، بس برافو، بتعامل معاه بشكل جيد يا كابتن، ودي حاجه كويسه. ليه؟ لان انت اتعاملت على كل الليفلات، حضرتك بتقول حاجه حلوه، عندك خبرات، ودي العبقريه الحقيقه اللي كانت من النادي الاهلي وكابتن حمدي، وان هم يتكلموا مع حضرتك ومع الكوادر دي، انه انت النهارده عندك يعني بتفكر بشكل ان انت عايز تعمل استراتيجيه، وعايز تعمل شغل جوه النادي، وعايز توصل بالقطاع لاحسن حاجات، يبقى لازم نمشي صح. انصاف حلول مش هديك. طيب خلينا نروح لفرع تاني او يعني امر مهم تاني، الا وهو الناحيه البدنيه. النهارده اللاعب انت جبت جهاز فني كويس، بس الفني ده مش هيبقى لوحده يقدر يشتغل، محتاج حد فيزيكال يقوم لك اللعيبه على رجليها، خاصة الفيزيكال دي حاجة مكتسبة، يعني ممكن لعيب النهاردة تشوفه تلاقي فت، بعد شهر ما يبقاش فت، دي حاجة اكوردنج لتمرينه. عملت إيه في الناحية البدنية؟ أسست إزاي لجهاز يشتغل معاك فيزيكال كويس في القطاع؟ طيب هو طبعًا برضو إحنا في النادي الأهلي في نظام، كل حاجة محطوطة، يعني أنا حتى لما جيت زي ما بيقولوا الأورجنايزيشن شارت أو الوصف أو التوصيف بتاع الجهاز تنظيمي. كله موجود، الوصف التنظيمي موجود، وكان محطوط فيه 2 عناصر لياقة بدنية بيخدموا على فرق القطاع الولاد. نفس الكلام في البنات، فده موجود، واحنا الحمد لله عندنا 2 كويسين جدا ودكاتره في كليه التربيه الرياضيه وناس محترمه جدا. شغالين مع القطاع كله يا كابتن؟ احنا شغالين حاليا يعتبر اكتر، لا مع السته في الملعب. بس حضرتك عارف هو طبعا القطاع التعليمي شويه بيحتاج شغل فوت ورك اكتر منه طبعا، بالظبط يعني الاساسيات وحاجات رد فعل وتوافق ورشاقه اكتر شويه من السنين الاعلى من كده. السنين الاعلى من كده بنحاول من اول 15 و17 نبني شويه شغل اللي هو بتاع الاثقال، بس طبعا بالتكنيك والشغل خفيف شويه، مع برضو الشغل الفوت ورك والحاجات ديت والحاجات الشغل على الكور والحاجات اللي هي مناسبه للفولي. يعني كابتن شايف مستقبل الكره الطائره في نادي الاهلي ازاي؟
لا جميل. بص حضرتك تاني، احنا دلوقتي عندنا في المنتخب اللي خلص امبارح بطوله افريقيا تحت 17 سنه اربع لعيبه، وانا واثق ان كان في منهم كمان واحد على واحد على الاقل يستحق ان يخش، على الاقل واحد يستحق ان يخش. غير ان انا عندي دلوقتي الفرقه يعني لا تفرح من الاجيال الكويسه، عارف حضرتك بتبقى دايما في طفرات في اجيال كده. ايوه لا فجيل ال 15 سنه عندنا جيل ما شاء الله هايل، وبنحاول ان احنا السنه الجايه من دلوقتي احنا شغالين على فكره مش واقفين للسنه الجايه، بنحاول نشتغل ان احنا ندعم الفرقه للسنه الجايه بحيث ان احنا نحافظ على الجيل، ان دي فرقه مرتبط ويبقى في تواصل ما بين الاجيال. احنا المشكله اللي عندنا الكبيره ان انت لما بيكون عندك عدد قليل من اللعيبه الكويسه او اللي تقدر تشيل او موهوبه بتضطر ان انت تحرقهم في عمليه التصعيد. يعني انت واحد بيلعب هنا وهنا. اه طبعا واحد زي شريف مثلا وعبد الرحمن عندنا خالد شايلين فرقتين 17 و19 مع زمايلهم، فبيصعدوا هنا وهنا ساعات بيضطر يلعب. يعني اقول لحضرتك حاجه، انا عندي كنت بقعد مع استاذ فرناندو كده بنقعد نشوف الجدول، اروح اجيب له كده جدول على الورقه واقول له بص بقى انا عندي مثلا 10 ايام انا عندي 8 ماتشات هنعمل ايه؟ يبص لي كده ويضحك. فطبعا يعني هل فعلا اللعيبه غير طبيعي؟ بس يعني ماتشين 17 ماتشين 19 ماتشين درجه اولى اتصاب على طول، يعني اتصاب على طول بالظبط. فبنقعد بس هو الحمد لله ما تفهمش كده حضرتك، العلاقه بيننا محترمه جدا وفيها التنظيم، بيقعد نحط راحتهم قبل مشاركاتهم وبنقعد ننسقها مع بعض. كابتن وائل انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن وائل عايدي طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير قطاع الناشئين ونائب رئيس قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي كابتن حمدي الصافي، بشكرك كابتن وائل نورتني وشرفتني وسعيد جدا، وان شاء الله هتعمل حاجه كويسه يا كابتن باذن الله. ربنا يكرم رب للنادي الاهلي طبعا قبل اي حاجه ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل، بعد الفاصل معانا علاء ابو القاسم اسطوره مصر في السلاح، هنتكلم معاه وما زال بيلعب، هنتكلم معاه عن ميداليته الاولمبيه 2012 في لندن.